السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا رب. اليوم جديد، فلوق جديد، ونبداو كلامنا بالصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد. اليوم غنديكم لواحد البلاصه زوينه انا سمعت عليها. كان ديما عندي مشكل ما كنلقاش فين نخرج وليداتي هنا في قنيطره، فسمعنا كاين واحد البارك اللي هو كاليفورنيا بارك. غادي نمشيو ليه ان شاء الله ونوريكم فين جا ونوريكم شنو كاين الداخل ونعطيكم فكره على الاثمنه، واخا انا سمعت راه غالي. نمشيو ونشوفو، ما تشو حتى بلاصه، خليكم معايا، ليتس جو. هنايا انا غنحاول، تعمدت انا هنايا نحاول نوريكم الطريق، بزاف الناس غيسولوا على الطريق. المهم هذه الطريق ناسيونال او الطريق الوطنيه اللي كتمشي كدير للرباط، هي هذه. صراحه ما بعيدش بزاف، فاش غنقول لكم ربع ساعه من سونتر فيل قنيطره للبارك. هنايا بحال الطريق اللي غاديه اللي قلت لكم ناسيونال اللي غاديه للرباط او للسله، هي هذه. اش غنقول لكم، خدات لينا ربع ساعه بالطوموبيلات دغيا وصلنا. انتم خليكم معايا في الطريق تنوصلوا ان شاء الله ونرجعوا. المهم انا غنحاول الا ما نسيت ندير لكم لاباج ديالهم في الانستغرام في صندوق الوصف، اولا العنوان ديالهم في ديال جوجل ماب حتى هو في صندوق الوصف. ولا نسيت يفكروني ولا ديروا هاد كاليفورنيا بارك في جوجل راه يخرج لكم، ديروا بارك كاليفورنيا كانيترا راه غيخرج لكم. وراه حتى لاباج ديالهم ديال الانستغرام راه بنفس السميه ديالهم بارك كاليفورنيا، وراه غادي تخرج لكم. صراحه دوزنا نهير زوين غزال تبارك الله والله العظيم. انا بغي كنت كنسول هكذايا وكنبقى نقلب في اليوتيوب وسولت صحباتي وصافي، قالوا لي راه فتح واحد البارك وتبارك الله كانوا فيه بزاف الجاليه ديال الامريكا. لاحظت تبارك الله عليكم وعلى الجاليه الكامله ديال المغرب. صافي حنا وصلنا هنايا، غادي نحطو الطوموبيله وغادي ندخل، غادي نحاول نفيلمي لكم جميع الاماكن اللي فيه بلا ما نحاول يعني نشد الناس بزاف. هنا مع الدخله بان حاطين هاد البروموسيون هذه، دايرين البينت بول هنايا 30 ضربه ب 40 درهم بالنسبه للوليدات جونيور. هذه هي الدخله. هنا كاين على اليمين راه داك لي نيشان كتشوفوا فيها ديك لابيسين، لقيناها محلوله بدات كتخدم لان الحال تبارك الله سخن صافي. وهذه هي الدخله ديالو. على اليسار كاينه بلاصه الكارتين، دابا نوريها لكم. المهم دخلنا هنايا خلصنا، كتخلصوا في الدخله كتخلصوا 30 درهم الواحد. والصغار يمكن ما عقلش الصغار، المهم الصغار اللي صغار كاع ما كيخلصوش. هنا كاينه هاد القهوه هادي في الدخله اللي بغى يشرب كافي ايزولي ولا بعيد على الصداع ولا الوليدات. وهنا كاين على اليمين هنايا بلاصه ديال الطويجنات، هنايا على اليسار كاين بلاصه الالعاب ديال الوليدات الكبار والغولفازيور وداكشي. هنا كاين كذلك كريسيات على اليمين على اليسار، نتوما كتختاروا البلاصه اللي بغيتوا تجلسوا فيها، وماشي ضروري تجيو يعني على اساس غتغداو. كاين اللي ممكن كيجي في الصباح يفطر ويمشي في حاله، في العشيه اللي بغى يجي يجلس جلسه زوينه يشرب ان كافي ولا اتاي، وسينو كتجيو دوزوا النهار كامل، يا اما تفطروا هنا وتغداو وتقيلوا. او بحال دابا حنايا فطرنا في الدار، عاد جينا خرجنا مع ديك الوحده والصرف، عاد جينا هنايا. هنا كاينه هاد الخيمه هذه او هاد الخزانه على اليمين، زوينين الجليسات يعني نتوما ليكم الاختيار فين تجلسوا. هنا كاينه بلاصه لانيماسيون، وما تزابيوش لانني كاينه لانيماسيون في الاخر الفيديو زوينه. هنا الكريسيات بزاف، لقينا الصراحه لقينا باقي ما بداش كيعمر بزاف، ولكن تبارك الله من بعد راه عمار مع كان الحد وتبارك الله الدنيا عامره. هنا هاد البلاصه هادي ديال البينت بول هنايا. واحد الملاحظه بغيت نقولها بين قوسين، انا راني ما مخلصه ما دايره اشهار ما والو، انا عجبتني وتقاسمت معاكم لانني انا كنت كنعاني ما كنلقاش فين هكذا نخرج وليدات هكذا دي بارك. ومني لقيتو بغيت نتقاسمو مع لي ماما ولي بابا ولا العائلات هكذا يخرجوا وليداتهم. علاش لا؟ لان واحد السيده الله يهديها، نتوما متعودين انا فيما كنجرب شي حاجه كنقولها لكم، يا سواء زوينه سواء خايبه راه ما كنتخلص على حتى حاجه، ما كندير اشهار لحد. كنت درت واحد كندير لي سوان ديال وجهي وكنت كنتقاسمها معاكم، قالت لي بركه من الكذوب نتوما كديروا الفلتر وتقولي اشراق ما اشراق. قلت لها الله يهديك الله يهديكم وصافي، على انا ما مخلصه ما واخده فلوس ما دايره سما فابور، انا كنخلص من جيبي، كتعجبني النتيجه كنتقاسمها معاكم. هذه غير ملاحظه وصافي، والله يهدي ما خلق. نكمل لكم الفيديو هنايا. المهم هانتوما غادي تشوفوا هنايا كيف ما وريتكم هنايا بلاصه البينت بول، هنايا
بلاصه ديال الحيوانات ميني زو ولا واحد زو صغير او لو زو فرونسي. عجبني تبارك الله هذا الكليب مدرسي تبارك الله عليه. او هنايا كاينين الحميمات الدجيجات وبطيطات المهم تبارك الله كاينين هكذايا داكشي متنوع الوليدات كيعجبهم الحال. نهضر لكم دابا حيت حيدوا الموسيقى واحد الدقيقه. شوفوا تبارك الله البط والحمام والدجيجات في الجلسات. انا راجلي شاف الحمام صافي وداخ كيحمق على الحمام. ديما كيربي الحمام سواء في المغرب ولا في ميريكان. عتي راه غيشت الحمام ونعيط لك تيجي تشوف الحمام جا كيجري فرحان قال لي بحال هادو بغيت ندير عاوتاني. كنت كاين شي واحد مولع بالحمام يخلى لي في التعاليق. شوفوا تبارك الله غزال البارك. الأثمنة الصراحة ما شي شوية المهم كتخلصوا 30 درهم في الدخلة. والوليدات الصغار عندهم الألعاب. شوفوا الطوس واقيلا هذا تبارك الله. تمشي نشوف لكم ناري كاين كليب كاين كلب شفتوه ولكن تبارك الله راه مدريسي. أنا سمعت بحال الطوس بغيت نوري لكم ولكن ما خفت من الكلب. شوفوا هنا الحميمات انا نمشي نصور لكم الحيوانات الاخرين اللي هيها. قلت لكم المهم الدخله 30 درهم دايرين واحد البروموسيون ديال البينت بول راه شفتوها دايرين 30 ضربه ب 40 درهم للجونيور الدراري جونيور. لا بيسين تنشوف واش غيخلوني نقدر ندخل نصورها حيت ما خلصناش حنا ما غنمشوش لا بيسين. شنو اخر صراحه مزيانه واحد ما كيجيش دائما مره في هذا يجي بالذات يدورو شويه العائله خصوصا الجاليه المغربيه بزاف غيبغيو بحال هكذايا. والله الا مزيان داروا لنا هذا البروجي هذا في قنيطره هنا بلاصه الوليدات الصغار والالعاب. هنا كيخلصوا لهم الالعاب. شحال خلصتي ليهم الالعاب 30 لعبوا تيشبعوا. هنا الوليدات كيخلصوا 30 درهم كيلعبوا حتى كيشبعوا مزيانه. وكاين هذيك اللعيبه حتى هي راه هما شفتوهم كيركبوا فيهم الوليدات حتى همايا ويركب معاهم والديهم كيبقاو يبيضالي ويلعبوا في الماء. فكرني فحال بارك ياسمينة اللي كان في كازا كنا كنمشيو ملي كنا صغار ولا بارك سينديباد. هنا غادي ندخلو نشوفو شنو كاين اللي هيها. انا ولدي وصاحبو كيلعبو. انا ولدي لاخر جا مع صاحبو ولدي الصغير جا مع صاحبو. بنتي عندها امتحانات بقات مع صاحبتها في الدار كيقراو. هنايا عاوتاني كاين الالعاب الوليدات هاهم يا عندهم هادو طوموبيلات تسطيح. والله الا كنا كنلعبو بسنديباد ملي كنا صغار وبارك ياسمينة في كازا. هادو ديال وليدات الصغيورين شي شويه هي خاويه الصراحه. هنايا كاين الناس هادي باش زوينه في الحقيقه. ما عاوتاني الا كانوا مرخصين بزاف راه غتكون الدنيا عامره وما غيكونش النظام وغيوسخوا الدنيا. المهم واحد راه ماشي دائما كيجي مرة هكا يجيب الوليدات. العطلة جاية دابا راه عندهم تا لابيسين راه حلوه. أنا الصراحة أول مرة غنجي ليه. ندير فوق وصاحبتي حنقزو حنا جالسين ليها حاضينهم باش نكمل لكم الفيديو. صباح
ميرسي. هنا كاينين عندكم الاختيارات صور بزاف الناس جالسين اللي ها كاينه الخيمه كنت غنجلس الخيمه ولكن ما كاينش علاش نظهر يعني عندي مشكل ديال الظهر نقدروا نتغداو هنا ومن بعد نمشيو نقعدوا تما نشربوا اتاي. هنا بالنسبه للناس اللي غيبغيو يعرفوا وياخذوا فكره على اسعار ديال المنيو او اللي يعرفوا شنو كاين في المنيو يعني ما نسيتكمش دايركم في البال كما العاده. ها نتوما خذوا فكره هنايا شنو عندهم يعني عندهم منيو متنوع هما بالاسعار ديالهم. المهم خليكم تشوفوا وهنايا كيف ما كتشوفوا كاين الحمامات تبارك الله عجبني عندهم النقاء بزاف الحمامات بوحدهم. هنايا بلاصه فين كتغسلوا يدياتكم وكاين حتى البابي هذا الحاجه الوحيده اللي كنبقاو دائما نفتقدوها في اكثريه الحمامات هكذايا في الريستو برا اولا في لي ستاسيون داكشي. المهم بعدا هنا الحمامات نقيين عجبني كل شيء تبارك الله موجود سواء بابي الحمام سواء بابي الايد. هذه ملاحظه دائما نركز عليها. وهنا تبارك الله مسجد راه كاين مسجد اللي بغى يصلي الله يتقبل. وهنايا بلاصه الكارتين هاي حتى هي كاينه كبيره الصراحه دارها ولدي وصحابو يعني كل شيء متوفر للوليدات الصغار والكبار. انا كيف ما كتشوفوا التمساح هذا انا قلت لهم 100% صاحب البارك من فلوريدا لان فلوريدا عامره بالتماسيح.
كليما انا هربانه منهم وتابعني حتى لهنايا. المهم هنا غادي نديكم لابيسين تاخذوا فكره عليها. هانتوما انا كنحاول ما امكن نصور لكم الماكسيموم وتشوفوا. تبارك الله الطبيعه زوينه يعني تبارك الله خال من على البارك. الله يعطيهم الصحه الله يكمل عليهم بالخير. وهاد جات هادو تما يا سارحين. المهم هنا لابيسين قالوا لي راه نقصوا منهم نورمالمون كاميو 70 درهم ولا دابا ادولت 150 درهم والصغار 100 درهم ونتمنوا ينقصوا شي شويه عاوتاني من لو بري. هو هذا لابيسين الناس كتعوم ما بغيتش نبقى نبين فيهم. صافي تبارك الله لابيسين كبيره درت لكم فيها جوله ونرجعوا نكملوا. هنا جات وقيتة الغداء كل واحد شنو طلب. الوليدات وصحابهم كل واحد شنو طلب. اللي طلب ساندويتش، الوليدات الصغار خدينا اليوم كفيته هكذا خفيفه مع الفريت عصير المناده، وانا خديت الطويجين بلدي. راجلي خدا الدجاج هكذا يا الدجاج معاه الزعلوك وتكتوكه وداك الشيء وضروري من خبز التفرنوت. هنايا راجلي خدا هاد الدجاج هذا وانا يا خديت الطاجين. يا سلام وبنين صراحه هذا الشيء. هنا يخدا الزعلوك والفليفله، الفليفله مشويه مشرمله. وهنايا كيف ما غتشوفوا خديت انا الطاجين. كان عندهم الطاجين ما كانش عندهم صراحه هذاك النهار الخضره، مي خديت الطاجين هنا اللحم ديال البرقوق والزبيب كيف ما كتشوفوا البصله بنين عاوز سخون ما بغاش يبرد ليا دغيا. وصافي خليكم باش تشوفوا الانيماسيون. Yeah.
وصل فينا عرض الدنيا وسط الناس الله عليك.